مرحبا واهلا فيكم. يمكن اللي بيتابعني بالقناة بيحس انه انا عندي شغف بمعرفة تاريخ المنطقة، مو بس سوريا ولبنان وفلسطين والاردن، وبناء عليه خلال السنوات الماضية لحقت كل الكتب اللي بتحكي عن منطقتنا، يعني باي تاريخ كان، خاصة يعني الكتب القديمة شوي، لحتى اعرف شو اساس تشكيل المنطقة وكيف الناس كانوا يعني يعيشوا فيها. ومن اهم هاي الكتب هو كتب الرحلات المستشرقين او المبشرين او يعني الرحالة اللي اجوا على هالمنطقة. وطبعا في ما بتصدقوا قديش كان في يعني اهتمام في منطقة فلسطين، باعتبارها بالنسبة لهم هي ارض مقدسة للمسيحيين تحديدا، ومنطقة دمشق ايضا لان كمان فيها قصة او بداية انتشار الديانة المسيحية كان منها عبر رسول بولس. وفي هذا السياق يعني اقتنيت عشرات الكتب من كتب الرحالة وكتب الرحلات يلي بمنطقتنا من القرن السابع عشر وصولا للقرن العشرين. ولكن في هذا الكتاب كانت قصته شوي غريبة معي، كان موجود على أحد المزادات الموجودة على الإنترنت أونلاين، مكتوب عليه كتاب رحلات، ما كتير كان فيه عليه معلومات يعني، ولكن أنا مثل العادة لأن هو تاريخه قديم، الكتاب عام 1891 مطبوع، فطبعا اشتريته اونلاين. ووقت وصل لعندي اكتشفت انه هو الحقيقة كتاب يعني من اندر الكتب يمكن الموجودة ككتب رحلات عن منطقتنا، منطقة فلسطين وسوريا، والحقيقة لا يقدر بثمن. ليش؟ خليكم معي لنعرف الاسباب. بعد ما فتحت الكتاب وصلني وفتحته اكتشفت انه مطبوع على كرتون، طبعا مذهب من الحواف مثل ما شايفين، يعني الكتاب هذا كله بهالسماكة، تخيلوا كم صفحة بتقدروه. الحقيقة هو 40 صفحة مكتوبة و40 يعني على 40 ورقة مطبوعة على وش واحد من كل ورقة، فإذا هو 40 صفحة، وش مطبوع وش فاضي، و40 ورقة تانية على كل منها صورة، يعني كمان في صورة والوش التاني فاضي، فكل هالكتاب هو عبارة عن 80 صفحة مفيدة، بمعنى 40 صفحة نص و40 صفحة عليهم صور. الأهم أنه اكتشفت، وهذا كان مفاجئ وهذا كان بالنسبة لي مفاجئ ومفرح بنفس الوقت، أنه هالصور هي صور أصلية ما أنا مطبوعة. يعني بتعرفوا في كتب يطبعوا، هي صور أصلية، هي صور فوتوغرافية أصلية، تصوروا تشتروا كتاب يطلع فيه 40 صورة أصلية فوتوغرافية بتقنية الألبومين، وهي التقنية مبكرة جدا في عالم التصوير، موجودين بكتاب واحد عمرهم يعني إذا اليوم بدنا نحسب عمرهم أكثر من 130 سنة. وتأكيدا أنه هاي الصور أصلية، لاحظوا أنه الكتابة تحت كل صورة شروحات مكتوبة بخط اليد ما أنا مطبوعة. مو بس هذا الغريب بالكتاب، الأغرب أنه الكتاب مؤلفه مجهول، ما في اسم لمؤلف أو دار نشر، مع أنه المحتوى ولو أنه قصير ولكن المحتوى جيد ومفصل وواضح بأنه مكتوب على يد خبير ومثقف، لأنه أخذ اقتباس من أكثر من كتاب صدر قبله عن موضوع الرحلات، منهم الكتاب اللي استعرضناه بوقت سابق لمارك توين كاتب الأمريكي المشهور. وهيك يعني بعد ما دورت وبحبشت اكتشفت أنه هذا الكتاب في نسخة وحيدة منه في العالم، يعني منتقل بعدة مزادات ولكن هو نسخة وحيدة وآخر شيء وصل بالحظ لإيدي، فإذا هو كتاب رحلات نسخة وحيدة منه موجودة في العالم، حصلت عليها من خلال مزاد على الإنترنت بيضم تفاصيل رحلة من القدس، أو تبدأ الحقيقة من مصر من الإسماعيلية إلى القدس إلى دمشق ومن ثم تنتهي في بيروت، وفيه 40 صورة أصلية موجودة فيه، وهو كتاب وحيد نسخة وحيدة لمؤلف مجهول ما بنعرف مين هو. أما إذا بدنا نحكي عن مضمون الكتاب، مثل ما قلت لكم بالبداية هو رحلة إلى القدس بشكل أساسي، بتبدأ من الإسماعيلية ومن ثم إلى دمشق، وبيغادروا من دمشق إلى بيروت ومن ثم إلى اسطنبول، ضمن إطار ما يعرف يعني بالحج المسيحي أو يعني تتبع خطى المسيح
الرحلة الأساسية بتكون للقدس، وبيزوروا دمشق لأن فيها يعني معالم مهمة بالنسبة للمسيحيين، كنيسة حنانيا، في كنيسة بولس أو المكان يلي هرب منه بولس اللي هو مؤسس الكنيسة المسيحية من على سور دمشق القديم إلى آخره. وفي شرح مستفيض للرحلة من بدايتها كيف تبدأ من الإسماعيلية ومن ثم بيوصلوا للقدس. الأساس وصف مدينة القدس في عدة صور للمدينة، أيضا صور نادرة وجميلة لمسجد قبة الصخرة، للأسواق، وأيضا بيعملوا جولة حول مدينة القدس، بكتير بيروحوا على غور الأردن، كمان هذا مكان مقدس بالنسبة لهم. والجزء الثاني هو الرحلة من القدس إلى دمشق مرورا بنابلس والناصرة وطبرية. دمشق طبعا بيفرد لها مساحة لا بأس فيها، عدة صفحات، طبعا لا مذكر الكتاب كله 40 صفحة. بيستعين بوصف قدم المدينة وأهميتها بما قاله مارك توين في كتابه، صرنا أكثر من مرة قايلين فيكم تراجعوا التسجيل، حطيت الرابط تبعه. وبحسب الكتاب أيضا في معلومة شفتها أنه بيقول أنه عدد سكان المدينة بهذاك الوقت، الكتاب مطبوع مرة تانية 1891، 150 ألف نسمة، 150 ألف نسمة. بيحكي الكتاب عن المجتمع والشوارع والتركيبة السكانية، ومثل ما حكينا بتزور المجموعة الأماكن المقدسة اللي ذكرناها قبل شوي. أيضا في زيارة مهمة لمنتزه الصوفانية، المنتزه لليوم موجود ولكن في حال يرثى لها، كان منتزه يعني عظيم، مو بس من هالكتاب، وصفه بهالكتاب كان كثير رائع، ولكن معظم الرحال اللي أجوا على دمشق ذكروا منتزه الصوفانية والقعدة اللي موجودة على ضفاف أحد فروع بردا هناك. حتى في صورة له، وهي صورة جدا نادرة، ويعني هي مثل ما حكينا يعني بنهاية القرن التاسع عشر صورة فوتوغرافية لمنطقة في دمشق، بالإضافة لصورة تانية بضم الكتاب عن دمشق، هو صورة باب شرقي من الداخل يعني بنهاية الشارع المستقيم اللي له كمان أهمية دينية بالنسبة للمسيحيين. بالإضافة طبعا بيسهب الكتاب في وصف بيوت دمشق الشهيرة، يعني بمعنى من الداخل، حكما بيوت من الخارج في دمشق كل الرحالة بيتفاجئوا بين الداخل والخارج، خارج مظهر عادي أو يمكن يكون بائس، ولكن من الداخل بيشوفوا الفسحة، الديوان، النافورة، غرفة الضيوف، الشجر، النارنج، الليمون إلى آخره في وصف لها. والحقيقة لغة الكتاب ما عدائية مثل ما كانت لغة مارك توين، كانت أكثر لطفا وأبرزت ما في دمشق من جمال، وتكلمت عن الحياة يعني المدينة، يعني الحياة في المدينة كيف ظاهرة، كيف أنه شوارع المدينة مليئة بالحياة، عن الناس، عن المقاهي. في تفصيل إضافي ما بتذكر أني قريته كتير بكتب تانية، اللي هو حكى عن سوق الصاغة وصناعة الذهب والفضة في دمشق، حكى عن موضوع الكلاب، هذا كمان موضوع أنا كنت مفكر بس باسطنبول والمدن يعني الكبيرة التركية كان في كلاب كتير وتحظى بالاحترام لحد أنه ما حدا بيحسن بيتعرض لها. قال في آلاف الكتاب كانت تعيش في الشوارع وأنه بشكل آمن ومطمئنة، ونوه أنه في قانون بيعاقب طبعا، لأن سوريا وقتها كانت جزء من الدولة العثمانية، على ما يبدو القانون كان بكل الدولة العثمانية، في عقوبة لمن يتعرض للكتاب أو بيزية. كمان حكى الكتاب عن المجتمع المحافظ في دمشق، وقال كمان حكى الكاتب نوه أنه المجتمع محافظ في دمشق، ولكن قال أنه الناس لطفاء ودائما كانوا يدعو لهم بالسلامة في كل طريق يمروا فيه. نهاية بتغادر المجموعة دمشق وبتتجه إلى بيروت، ومن هناك بتروح إلى اسطنبول. هلأ تاريخ الرحلة، طبعا الكتاب مطبوع 1991 بس ما بتوقع كتير بعيد عن تاريخ الرحلة، لأن أنا أيضا من خلال البحث عرفت هالنوع من الكتب كيف يعني يعد لها وتنشر. اكتشفت أنه دور النشر كانت هي أحيانا بترسل كتاب ورحالة مصحوبين برسامين وبفرق عمل إلى المنطقة لتنقل مشاهدتها أول بأول. كيف أول بأول؟ ما كان في يعني إيميل
او فاكس او حتى طيران او سيارات كانت تروح عبر الرسائل عبر يعني الخيول او الدواب من منطقة لمنطقة. ولكن اللي فهمته انه كان الكاتب دائما او المكلف بالعمل يكتب الرسائل، يعني ما يستنى ليخلص الرحلة، كان كل جزء او كل مرحلة يكتب بالتفصيل شو صار معه، تفاصيل هذه الرحلة مرفقة بالتفاصيل المادية او مرفقة بالمصاريف، ويرسلها الى دار النشر او الى الجهة اللي بدها تنشر له الكتاب. وكان لي الحظ كمان بهي المرة بانه حصلت على رسالة اصلية لكاتب زار المنطقة بالعام 1866، باعت جزء من عمله ومن تفاصيل رحلته الى دار النشر مرفقة بالتفاصيل مثل ما شايفين بالورقة الموجودة قدامكم. هاي صورة او هي نسخة اصلية من الرسالة يلي استخدمت بهداك الوقت. هاي قصة هذا الكتاب، اذا حبيتوا هالقصة بدكم تسمعوا قصص مشابهة عن مقتنيات تانية، اذا بدكم محتوى بيشبه المحتوى اللي قدمته اليوم لا تبخلوا علينا بالاشتراك بالقناة او القادر الانتساب لعضويتها مع الشكر لكم مسبقا، والى اللقاء.